شوف انا عارف ان ظروفك تعبانه والوضع عامه ضاغط عليك، ايا كان المكان اللي انت فيه وايا كان شغلك شنو وضعك شنو، عارف مر بالظروف دي معك، لكن عاوز اقول لك حاجه، اخطر مرحله في الفلس هي انك تقول حلال حرام ما فارق معي، انا عاوز اعيش وبس. اليوم نفسك توصلك مرحله انك تنطق بلسانك وتقول حلال حرام ما فارق معي وعاوز اعيش، اقتل انهب اسرق اعمل ايش، المهم اعيش. اليوم اتصل مرحله بالشكل ده، صدقني الحق نفسك واسجد واقترب لرب العالمين وتوب واستغفر من الكلام ده، لانه عمره الحرام ما نفع انسان ولا عمر بيت ولا رفع قائمه دوله ولا رفع امه، دائما يذهب الحرام من حيث اتى، والحرام لما يخش عليك بيهدم اساسك وبياكلك من ساسك لراسك وبيهدم حتى الحلال اللي انت جنيته. فاحذر الحرام اولي واخري، كله دقه وعلانيته، احذره بقدر ما تقدر، وان شاء الله تاكل كثره بمويه تسيف تراب ما تاكل حرام، احذر من الحرام. ابقى عافيه يا جميل.